السلام عليكم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله. لا ما شاء. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. سحلفتكم بالله يا من تسكنون هذا المكان أن تخرجون منه. تخيلوا أمريكا تتجسس على مكالماتنا. ألو يا محمد، بنجي نخطب بنتكم زهرة. سيدي الرئيس، إنهم يتزوجون النباتات، ماذا نفعل؟ يا علي تعال أنت وذيب وصقر وفهد، نبي نلعب. سيدي الرئيس، إنهم يلعبون مع الذئاب والفهود والصقور، ماذا نفعل؟ محمد 5 دقائق بكون عندك. سيدي الرئيس، إنهم سريعون دائما، يحتاجون 5 دقائق لفعل أي شيء. ألو سارة، شكل مريم عطتني عين. سيدي، إنهم يتبادلون الأعضاء، ماذا نفعل؟ ألو عبد الله، تعال احنا قاعدين نتمشى بالحديقة. سيدي الرئيس، إنهم يمشون وهم جالسون. ألو علي، هلا محمد، بعدين بكلمك، مشغول، بودي البيت للمستشفى. سيدي الرئيس، إن المنازل تمرض عندهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي مساكم يا رب في كل خير ويمن وبركة وطاعة. بإذن الله تعالى الليلة عندي مغامرة في سكن العمال المسكون، مغامرة مرعبة، يعتبر من أقوى مواقع اللي أنا دخلتها في تاريخ مغامراتي كامل. ترقبوا الليلة إن شاء الله على الساعة 12 بعد منتصف الليل في توقيت المملكة العربية السعودية. خليكم معنا، اللي يخاف يرقد ويتابعها الظهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي مساكم في كل خير ويمن وبركة وطاعة من الله عز وجل. أغلب التعليقات جات باليوتيوب أني أرجع لسكن العمال الأولي، وأنا رجعت له، والله يستر. ونقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيش الفتحة هذه الجديدة؟ في أحد في المكان؟ هذه فتحة جديدة يا جماعة، ما كانت موجودة أول. لا ما هي فتحة، هذا جدار. أنا طلع جدار يا جماعة. الهلال في كل مكان يا جماعة، الهلال في كل مكان يا جماعة. هذا من أقوى المواقع حقتي إلى الآن وما انحلت. تعالوا أقول لكم بس قصة المكان هذا. هذا من زمان كانوا ساكنين عمال فيه. خلنا نشوف من متى. ما أدري والله. زبدنا من زمان. المهم كانوا العمال يسمعون أشياء قاعدة تصير، يشوفون أشياء قاعدة تصير. أوكي هذا من برا. فيشوفون أشياء قاعدة تصير قدامهم، يشوفون أشياء تتحرك. فاضطر صاحب العمل إنه يطلعهم. اضطر صاحب العمل إنه يطلعهم من السكن هذا. حتى
حتى هذه صحوا ثاني يوم حصلوها قدامهم ومشنوك فيها عصفور. الله يكفينا شر المكان هذا يا جماعة. هذه الغرفة دائما تصير فيها أحداث مرة كثير. في أحد؟ الغرفة هذه فيها بلا يا جماعة، دائما الغرفة ذي يكون فيها الأحداث أكثر شيء. والله في كركبة واجد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 يا وين أمي؟ وين أمي؟ وين أمي؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.